يعني هذه المواقف التي يوردها الكتب والذين عاصروا الشيخ كفيلة، لكن اكتفي بإنهاء الدرس بقضية ذكرها سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في كتابه العقل بين جماح الطبع وترويض الشرع. يقول سماحة الشيخ: وفي الشتاء المنصرم سافر الشيخ الرضي الصالح حمود بن حميد الصوافي إلى ألمانيا الاتحادية للفحص والعلاج، وبعد فحص دمه خرجت نتيجة الفحص وعرضت على طبيبة ألمانية، فعجبت من صفاء دمه وقالت: لو كنت في بلادنا وكنت تعاقر الخمر مثلنا لاستحال أن يكون دمك بهذا الصفاء، ولكن ورعك عن هذا السفاسف عن هذه السفاسف هو الذي حافظ على صفاء دمك. ومن عجيب أن مرافقه رغم أنه رجل تقي في صالح في ظاهره عندما كشف عن دمه لم يجدوه بنفس نقاوة دم الشيخ، وإنما نرجع ذلك إلى ما من الله عليه من الذكر ومن ذكر الله. هذا كلام سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليل. هذا الذكر له مفعول ساحر، وإذا كانت الطبيبة الألمانية قالت له ذلك فإن المعاصي لها أثر في الدم ولها أثر في الحواس، في حواس الإنسان.